مليكة أم إيمان على الخط. ألو. ألو سماك. وعليكم السلام ورحمة الله مليكة. الله يبارك فيك. تحية ليك ولطاقم ميد غاديو. مرحبا. وكنشكرك بزاف الطريقة اللي صحتي بها الغريبة. الله يعطيك الصحة. ونتمنى نكون وصلنا داك الشيء اللي عطيتينا عليه. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. أنا نفضلكم. عندي طلبات كثار صراحة ما عرفتش غنعطي. سيدة تبغى الطرطاس كاين داك السم اللي صيفط لك البارح. إيه. جا رائع وكاينة شي حلوة باللوز. واحد السيده بغات الغريبه ديال الحمراء كنتمنى الليله ام ياسين تعاودها ولا نعطيها للاسبوع. واخا نبداو الا سمحتي لانه كاين طلب نيت ديال رغيفات معمرين في الفران. ناخذوا هذا الاقتراح هو الاول من عندك. رائع زوينين. عندها ربعه ديال الدقيق. ايه. معلقه ديال الخميره ديال الدار. معلقه ديال السنيده. شويه ديال الملحه. ايه. بيضه. جوج معالق ديال الزيت. وياغور طبيعي. ايه. كنجمعو العجينة بشوية ديال الماء. نعاود المقادير. إلا سمحتي. ربعة ديال الدقيق، أنا دائما كندير الكمية قليلة. إييه. حتى إلا ما صدقاش المهم الإنسان راه ما ضاعش. ربعة ديال الدقيق، معلقة ديال الخميرة تاع الدار، معلقة ديال السنيدة، وشوية ديال الملحة، بيضة، وجوج معالق ديال الزيت، وياغور طبيعي، والماء باش كنعجنو العجينة. إييه. كندلكوها مزيان. كنعادو كتكون رطبه وكنديرها كويرات صغار وكنخليهم يرتاحوا. كناخذ واحد الزلافه كنديروا فيها الزيت وكنزيدوا لها جوج معالق ديال المايزينا. ايه هذا السمن ما جاناش من يدم بالزيت. جا ناشف وجا زوين رائع وكنتمناو نجربوه. كنديروا الزيت وكنزيدوا لها جوج معالق ديال المايزينا كنخلطوا مزيان حتى كتنسجم لينا العصير وكنسرحوا كناخذوا من السمنه كنسرحوها مزيان كنديروا لها ديك الزيت مع المايزينا وكنديروا الحشوه. ايه وكنطويوها عادي وكنحطوها في الطاوه ديالنا. اللي بغى يخليها بحال هكا انا درتها بجوج طرق. الطريقه الاولى كنخليها هكا مطويه ونحطها ترتاح ونضربها شويه ونخليها. الطريقه الثانيه ملي درت الحشوه طويت السمنه ديالي عاديه وخليتها ترتاح وسرحتها ثاني مره ثانيه ودرت ثاني شويه ديال الحشوه وطويتها بحال كنطوي شي باريزيانه. لحكات الفكره. واخا عاودي وصلنا هاد الاخرى. مي طويت السمنه سرحتها. إيه. ودرت ثاني شويه ديال الحشوه وبديت كنلوي فيها من التحت وانا غادي بحال كنلوي في القاص. إيه. كتجي بحال شي باكيطه طويله. وكنحطها في الطاوه كنخليهم يرتاحوا شويه ودهنتهم ثاني بشويه البيض ورشيتهم بجنجلان ودخلتهم الفران وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه. جاو رائعين هادو والله العظيم التجربه ديالي ديال البارح وكنتمنى مستمعاتي يجربهم. يجربهم ما جاوش فيهم ليدعم. جاو ناشفين. وعندك المايزين والزيت. واخا. غادي نعطي واحد الحليوه ديال اللوز اللي ما عمرها ما دارت الحلوه باللوز ديرها. جات رائعه راه ما صورتهاش لك اسماء. واخا غنصورها لك مازال نصيفطها لك. فيها غير 125 غرام ديال الزبده. كاس ديال اللوز كنسلقوه ونشفوه مزيان من الماء عاد نطحنوه. دائما اللوز ينشف مزيان عاد نطحنوه. وكاس ديال السكر كلاصي وجوج ديال الصفر ديال البيض ونص خماره ديال الحلوه وقشور ديال الحامضه ودقيق على حسب الخليط. نعود المقادير. 125 غرام ديال الزبده تكون دائما الزبده من نوع ممتاز. راه كاينه الزبده اللي كتخلي لاباط كتفرفد فعلا. وكاس ديال اللوز مسلوق ومطحون نطحوه مزيان ونطحنوه. كنديروا كاس ديال السكر كلاصي وجوج ديال الصفر ديال البيض ونص خماره وجوج ديال الحامض محكوم ودقيق على حسب الخليط. كنخلطوا دائما السيده دابا كيعرفوا كنخلطوا الزبده دائما مع السكر كلاصي هي الاولى وما فيهاش الزيت هذه. وكنزيدو المكونات كاملين الصفر ديال البيض واللوز عاد كنديرو الخمارة وكنديرو الطحين. ملي كتجمع لينا كنخليو واحد شوية ترتاح. كنديرو على شكل صبيعات. إييه. وكنديرو بداك البيض تاع البيض اللي بقى لينا من الحلوة. يعني درنا غير الصفر تاع البيض. إييه. وكنديرو لها لوز إفيلي وكنحطوها في الطاوة ديالنا وبالصحة والراحة راه كتجي رائعة. يا عمرها ما دارت الحلوه ديال اللوز دير هذه. ايه على حسابي. باقي الحال نعطيك التورطه طلبتها واحد السيده. الا ما فيهاش مقادير كثيره نختموا بها. هي ما نكذبش عليك هاد لاطارت عندي قديمه كنت كنديرها ديال الفواكه الجافه. ملي طلبت لي السيده قلت هذه انا مزيانه للدراري وحتى للكبار. يلا واخا. سهله وما فيهاش بزاف. 250 غرام ديال الزبده في لاباط. ايه. وجوج ديال الصفر تاع البيض وربعة المعالق ديال السنيده والدقيق اللي جمعت لينا ديال الدقيق. كان 250 غرام الزبده وجوج ديال الصفر ديال البيض وربعه المعالق السنيده والدقيق على حسب الخليط. كنجمعوا لاباط ديالنا كالعاده كنديروا بلاستيك غذائي وكنديروا في الثلاجه كنخليو ترتاح. كنمشيو للحشوه ما عندناش شي حاجه زعما في المتناول الجميع. كناخذوا
تقريبا الرابعه ديال اللوز. ايه اللي ما عندوش اللوز يدير كاوكاو، يجيب كاوكاو خضر ويطحنو. وكنزيدو ليه، كنطحنو في الطحانه وكنزيدو ليه داك البيض تاع البيض اللي بقى لينا من لاباط. واخا درنا حنا غير الصفر، كناخدو هذاك البيض وكنطربو مزيان مع داك اللوز ولا كاوكاو، كنخلطو مزيان وكنديرو تقريبا غير جوج معالق تاع الثاني دا غير شويه، وكنخلطو حتى كتولي لينا شويه ديك العجينه مرخوفه. الا خصنا بيض تاع البيض نزيدوه. ايه واخا كنسرحو لاباط ديالنا، كنسرحها مزيان وكنتقبض الفرشيط وكنخوي عليها مباشره الحشوه. كنخويها وكنجيب واحد الزلافه تكون تقريبا كاع الفواكه اللي جابين عند السيده. عند اللوز القرقع كلشي تخلطو، حتى الزنجلان والزبيب كلشي تخلطو، كتخوي مباشره فوق لاباط. وكتورك عليها شويه بيديها باش تماسك لينا شويه، حنا بغينا هذوك الفواكه اللي جافين يبانو لينا تيبقاو باينين. المهم كنوركو عليهم شويه كيدخلوا وكندخلوها الفران. الله يعطيك الصحة. وكترتاح عرفتي، هذه راه كنت كندير انا ولادي باقيين صغار ما كانوش كياكلوا الفواكه الجافة، كنت كندير انا ولكن انا كناكل اكثر منهم. بالصحة والراحة. المهم اللي كتدخل الفران كتخرج وهي باقا سخونة، كتخرج على الاسود. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. كنختارها طريفة الصغار نديرها في كويطات وبالصحة والراحة. شكرا لك بزاف. وكنكون مبروكة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا لكم.